مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الاخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الحاضره على ارضيه هذا الميدان. انطلاقه سليمه ورائعه لشوطنا السابع وهو الشوط الخاص بالاذاعه البكار. نتمنى التوفيق للجميع، نسير بالصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك اللي قادة المجموعة تاتي مثيرة بالشعار محمد بن عتيج بن عرطي الحميري، من ياتي بتحديات مثيرة وهذا الاندفاع المباشر إلى الصدارة والمقدمة، تليها مع المركز الثاني مراسيل من الجانب الآخر، فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري من يقدم مراسيل مع المركز الثاني ثالث الانطلاقات. نتابع شواهين مبارك بن قشاط بن سعيد الشامسي وعلى مستوى المركز الرابع تحديات نجود لعبيد بن سلطان بن رشيد الاكتبي، بينما اذا انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس ارى التسلل والتقدم في هذه اللحظات بهذا الاداء المثير والرائع، ارى التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام بشعار مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي، ياتي بتحديات ايضا حبوبه بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. بينما اذا انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس تقدم الظبي لعمار بن عبيد بن سالم الكعبي، يقدم هذا الاسم سابع الانطلاقات سابع التحديات. تصل محبوب للسلطان بن عبد الله بن عيد الكتبي ومع المركز الثامن من الجانب الاخر ارى التقدم في هذه اللحظات مع محبة لسيب سهيل بن خيرة العفاري تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام من الجانب الاخر، ولكن اللي وصلت مرضية محمد بن طارش بالقوبع الحميري عاشر الانطلاقات عاشر التحديات. نتابع الشبابية لسعود بن علي بن حمد المحاربي، هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة في أول ندى أول تحديات هذا الشوط، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع البداية وأرى هناك اللي قادة المجموعة مراسيل على الصدارة، مراسيل على المقدمة، فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري مقدما لمراسيل بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز، تليها مع المركز الثاني شواهين مبارك بن قشاط بن سعيد الشامسي، وعلى مستوى المركز الثالث ارى التقدم ارى التسلل من الجانب الاخر نجود لعبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، يقدم تحديات نجود مع المركز الثالث، المركز الرابع مثير محمد بن عتيج بن عرطي الحميري، من يتابع تحديات مثيرة على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات خامس التحديات الشبابية لسعود بن علي بن حمد المحاربي، يقدم تحديات الشبابية مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات الظبي عمار بن عبيد بن سالم الكعبي، والوصول مع المركز الثامن شان بشعار عبيد بن سعيد بن منانة، بينما اذا انطلقنا مع المركز التاسع تحديات محبوبة القادمة بكل قوة سلطان بن عبد الله بن عيد الاكتبي، ومع المركز التاسع من الجانب الاخر مرعوش مازن بن سيف بن عامر بن علي بن عامر اليابري، يقدم مرعوش مع المركز التاسع عاشر الانطلاقات عاشر التحديات محبة سيف بن سهيل من خيره
العفاري. هذه النتيجة، هذه النتيجة للمشاهدين متابعين الكرام. ندانا الثاني أكملناه للعشر المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق. ومراسيل من تسيطر، مراسيل من تتقدم، مراسيل من تنطلق بناموس هذا الشوط، لياتي فيصل بن راشد بن عبد الله السحوت المنصوري يقدم مراسيل بهذا الانطلاق. نتابع المركز الثاني وشواهين القادمة مع المركز الثاني لمبارك بن قشاط بن سعيد الشامسي. المركز الثالث أرد تسلل من الجانب الآخر، نجود وعبيد بن سلطان بن رشيد. من يقدم نجود مع المركز الثالث؟ المركز الرابع تحديات مثيرة لمحمد بن عتيج بن عرطي الحميري ولندن. التحديات بشعار المحاربي ياتي مع الشبابيه سعود بن علي بن حمد المحاربي، ولكن بنعود مع الصداره. نتابع بدايه هذا الشوط. اصبحت ثنائيه مع هذا الانطلاق المتميز، ما شاء الله تبارك الله. نتابع التحديات وشواهين اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. مبارك بن قشاط بن سعيد الشامسي يتابع شواهين مراسيل مع المركز الثاني فيصل بن راشد السعوت المنصوري، ولكن اللي وصلت مرعوشة مازن بن سيف بن علي بن عامر اليابري يقدم مرعوشة مع المركز الثالث. التحديات واللحظات الأخيرة ما شاء الله، مراسيل والتحديات لمرعوشة القادمة بكل قوة. شواهين من الجانب الآخر، ولكن مرعوشة تتسلل في اللحظات الأخيرة، ترتعش وتنطلق وتندفع بناموس هذا الشوط لتهدي السلامات لأهالي السلطنة. سلام المضيبي، سلام، اسعدت صباحا بهذا الأداء المتميز. تهانينا لمازن بن سيب بن علي بن عامر اليابري ولحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني، جاءت ايضا مراسيل لفيصل بن راشد سحوت المنصوري. المركز الثالث شواهيل مبارك بن قشاط بن سعيد الشامسي. المركز الرابع لعلي بن راشد بن مفتاح الشامسي. المركز الخامس نجود لعبيد بن سلطان بن رشيد الكتبي. توقيت الزمني 7:44 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مرعوشة مازن بن سيف بن علي بن عامر اليابري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني مراسيل 7:46 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا لفيصل بن راشد بن عبد الله السعود المنصوري. ومع المركز الثالث جاءت شواهين، توقيتها الزمني 7:47 جزئين من الثانية. تهانينا لمبارك بن قشاط بن سعيد الشامسي.